والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول سيداتي أنساتي سادتي مخداتي وسادتي أما بعد، مرحبا فيكم مرة ثانية في سلسلة سيتي سكاي لاين. طبعا اليوم عندي شغلة غريبة، بس قبل أبدأها أقول لكم إذا عجبكم المقطع دقوا لايك، ما عجبكم المقطع دقوا ديسلايك. وإذا عجبكم لا تنسوا تسوون شير ولايك وسبسكرايب وسانكيو فيري مش مقدما، يعني أدري شوف خلنا عجبكم المقطع، يعني واحد بيك بدري منو قال لك المقطع حلو. زين يا اصدقاء يا شباب، ابا يكون شوي شكله منطقي، يعني شوي خلنا ننزله هذا هنا اساس يبين انه نزل على الاقل سيده، يعني تعرفون نوعا ما سيده، مش ممكن سيده بس زين، يعني احسن من شيء زين شكله شوي نزله. اليوم عندي شغله غثيثه اللي هي محطة القطارات. تعرفوا انه ما احب محطة القطارات اسويها، كنت احب محطة القطارات بس تويت بقدرة قادر ما احبها. ليش؟ تعرفون ليش؟ لان يا عيني محطة القطارات طلع الروح وتطول الشنب. انزين خلكم السوالف، اكسنت جاي بالعيد من عينه. هل لازم محطة القطارات يوصل له شيء؟ لا يا حبيبي، من يقول يوصل له شيء؟ بس بسوي له محطات صغيرة حلوة، يعني المحطة القطارات راح يكون هني بروح محلات تجارية ودنيا وهالسوالف وبعض من الأمور. ما نفتحنا محطة قطارات أول شيء، هذا مش محطة قطارات، هذا محطة قطارات. هني ما راح يكون ترين ستيشن العادي لأنه ما نحتاجه، بسوي قطار واحد كبداية. أوكي، القطار ليش ما احب شغلته غثيثه؟ لانه يسوي زحمه على القطارات وضغط، وشكله مش افضل شيء في العالم الواحد يشتغل عليه كشكل بصراحه. يعني القطار شوي يغث الواحد. 1 2 3 ماينس 12 تذكروا معاي ولا مش لازم نذكر؟ خلاه هذاك بدايركت. اوكي، على اساس القطار يدخل. القطار يسوي زحمه اذا المحطه ماله شكلها غير صحيح، هاي اكبر مصيبه انا عندي. لهالسبب هذا الموسم بحاول شو اسوي؟ اسوي خط منفرد ثاني ندخل عليه. انا حد جربت الاستراتيجيه بس بشكل اصغر. اوكي، خط منفرد يدخل على منو؟ على الخط اللي حاليا موجود اللي هو هذا. اوكي، ويخلي لنا الخط هذا يا اصدقائي كيف بطريقة شوي منظمة، يعني عرفتوا، بحيث ان القطارات اللي بتدخل وبتطلع من هنا شو، بس اظني مفروض انه يكفي. اوكي، نسوي بالطريقة هاي عشان يكون شكله ارتب، فاللي يدخل من بعيد واللي يطلع من بعيد. فلحظة اول شي خليني بماء على المكان هذا. اوكي، ماي قريب طبعا، نحن بني بالمو الصناعية. دش وين صار؟ صارت هنا عيني تراقب خطاها، وين صارت؟ منو هذي زين؟ بروحي ما اعرف منو، لا تسألوني. المهم وصلنا له كهرباء، بوصل لك كل شيء ثاني. الحين بوصل الخط هذا قطار اللي بيدخل القطار هذا. شوفوا هالمدنية، يوم الأرض ما تكون مستوية بشكل صحيح يلف علي شوي. انزين، والنيبه بالطريقه هذه. الحين شو اللي انا اتمنى انه يستوي؟ انه بعدين اذا حطيت محطه قطارات ثانيه هني مثلا، يمكن احط يعني يمكن احط مثلا، لا اوكي شكله اوكي حاليا، شكله اوكي مع الخط الرئيسي شكله اوكي، لان الكارغو هذا وايد مهم. كارغو وايد مهم حقنا، يخفف لحمة الشاحنات. نحن اللي نبغى نفتك منه في موضوع القطار بكبره، زين سالفة زحمة الشاحنات. فنحن الحين في اللحظة هاي شو بنسوي في المكان هذا؟ أول شيء أنا أتوقع أن الشركة كشركة بتحب مكان فيه قطار. أنا أعطيك مثال آخر، بيكون عندي محلات تجارية طبعًا كسكنية ما بحطي، لأن السكان ما اتصور بيعجبهم هالشيء. شوفوا الشركات يوم يستوي اي تي كلاستر كيف شكل المباني هنا، شوفوا هذا اللي كنت اقول لكم عنه، السمارت سيتي شكلها شوي غير. المهم خلينا نرجع مكاننا. انزين،
فانا اتصور الشركات بيحبون هالمكان هذا، ونحن لازم نكبر الصناعيه مالنا اصلا، لان بكر الجبوري اعطانا تمويل زياده اليوم على اساس ان نحن نبني بالمكان هذا. شوفوا واوصل بالطريقه هذه، بخلي شوي بعد مكان زياده فاضي على اساس شو. اخ يا الجسر الخايس اللي استوى، والله الشغله خايسه. لحظه خلينا نشيل هذا، نجيب هذا ويسار تكل نود سنابينج. ايوه هذا ايوه صح، هذا يخليه يلزق غصب في الارض. انزين هذا التول على فكره بتحصلونه، نسيت اسمه، انجينيرنج بريسيجن انجينيرنج يمكن تقريبا، والله من زمان ما نزلت التول. طبعا انا ياس اوزع الزحمه اكثر على الشارع الخارجي هذا لسبب واضح، لان هني لو حطيت تقاطع قدام تقاطع راح تستوي حفله، وانا ما بالحفله هني تستوي. لكن بما ان الصناعيه استوت تنشط والحين مزوده بشو؟ بمحطة قطارات. المفروض ان هالشارع اسرع لو تتكلموا عنه، المفروض انه يتطور اسرع يعني. باختصار هاي تو لين وذ ون لين، لا هاي واي وذ ون لين جوينج ايتش دايركشن. ايوه اللي نبغى هذا، ما نبغى نبني عليه اي شيء، ابى اللي يطلع يروح الدوام يكون مستعير ريس كامل. ما يتفاهم. شوفوا هاي واي، خلنا نعطي سرعه زايده. انا كنا غيرت الموضوع 13 مره، احس انه بدقوني. زين خله يدعسون هني شوي مو مشكله، انا بسمح لهم يسرعون هني، وانا مش عاطنهم باركنات هني لهالسبب، لازم اعطيهم باركنات على اساس امنعهم باركنات. شوف كل تعديلات، المفروض كان محطه قطارات وانا نطيت ل 3000 الف موضوع. زين انا هذا اللي مداني فيه يوم انا اسوي سلسله اضيع، ابغى اسوي يعني اتذكر شيء في نص الدرب، اوه هذا شيء فلان لازم اسويه بالطريقه المعينه، بالطريقه 1 2 3 4، فاسير ارجع اساس اني اسوي الشيء هذا. خلينا نحط هذا هني باركن. هاي دوائر حكوميه يعني لازم يكون بالطريقه هاي. لحظه هاي بسوي لها حلقه بروحها الحين، بس دام اني سويت هايل دبابات عندي في نص الشارع هذا مد على فكره. انزين دبابات، ها والله من اللي يشتري دبابة فايق، والله انه واحد ما عنده وجه سالفة. انزين احس اني بندق شوي، وغيرت الموضوع مرتين. انزين نبى مكان يجيب لنا لهني، نبى مكان لهني لين هني. وهذا الشيء اللي وعدنكم اياه في المدينة الثانية ما سويته هناك، سويته هني اخر شيء. ليش عندي سنابينج تول لحظة؟ ليش يا اخي؟ انا مو بالطريقه يا اخي، غصب عني يعني. وات ويت، رجع سنبك تول، خل رجع هذا رود بندنج. هذا اللي خلني على فكره نثني الشوارع يوم ان نحن اسمه، خله هذا. اوكي هذا باختصار راح يكون هنا، بس اساس ان الشكل احسه احلى بالطريقه. دوائر حكوميه كبيره يعني. لحظه انا ليش حطيت اثنين لاندفيل؟ انا كنت المفروض احط ريسايكلينج عود يا حبيبي على ذكاء، ما بقول شيء. زين بس المكان كبير يعني، شو وضع الريسايكلينج مالنا؟ والله 200 200، اظن يمديهم يروحوا مدينه ثانيه يساعدونهم من قوه الريسايكلينج. حاب اشرب كوفي شوي وهذا، عرفتوا حركات. انزين استوى عنا مدينة هني، استوى عنا كل شيء، المواصلات الباقية بعدين ما اتفاهم وياها. بس الحين نحن شو نبى؟ نحن نبى محطة قطارات في هاي المدينة اللي هي راح تكون من هني طالعة، ومش محتاجة اكثر ترى. 12 قلنا صح؟ مستوى القطارات 12، 12 ما يكفي، الذهل 15 18، يستهبلون علي شو؟ اوكي لحظة، مش انه ما يكفي، يكفي لكن انه هذا اصلا مش اندر جراوند استوى. اوكي خلنا نشيل هذا هني على طول، 15 تحت مدة شوي، 21 15
شوفوا مش تحت الأرض، مش تحت الأرض. أي يا أخي، أي أي، ليش ما تخبروني؟ أنا مشغل هذا. يا حبيبي عليكم، ليش ما خبرتوني؟ الله يسامحكم. 12 زين، نسيت موضوعه تماما. تعرفون شو يعني تماما؟ هني بيكون ولا بتكون محطة القطارات اللي خلنا نحطها على الزيرو. زيرو زين. محطة القطارات الثانية مالنا هني، بس هاي شوي غير. ليش؟ لان هاي هني مدينة، فشو بسوي؟ حطي قطار هني، حطي هذا هني زين. ما باهم يتصافقون، فشو بسوي؟ هذا انا غلط. باهم يدخلون من اتجاه واحد ويطلعون من اتجاه ثاني. اوكي هذا هو، هو ده الحب الحقيقي. جبت العيد. اوكي ممتاز. ونبقى محطة قطارات طب عن كارغو هني. هذا ارتكازنا نحن الحين كارغو بشكل خاص. اني بختار من هني لهني، واني بختار من هني لين. والله فعليا ما يحتاج كل هالتقاطع اللي انا سويته، بس زين زين انه يرومون يردون يدخلون من هني ويردون يطلعون من هني، يخففون على اعمارهم شوي. زحمه، والمكان ها اصلا خلينا نتفق مش وايد زحمه يعني اصلا، لانه ما في غير لاندفيل ونقدر نحط فيه خدمات ثانيه بسيطه على فكره. بالنسبه لهالمكان، لانه استوى مكان ذا زحمه، شو ابى اسوي؟ ابى مركز شرطه صغير. وون هذا مش مركز شرطه. اول شيء هذا مطافي. زين ابى مركز مطافي صغير هني اساس ما يحترقون. جماعه نقدر اخليه هني، ما عندنا مشاكل. زين مركز شرطه انا ما في ديبوت صغير صغير صغير. هذا سكرتي تشيك بوينت، خله برايه. شكله ما في الا نحط مركز شرطه الصغير الثاني. هي هذا كفايه بزياده. اما بالنسبه للمستشفى ما شاء الله موصل كل مكان، اموره جدا طيبه. يعني الحين استوى عندنا محطتين كارغو، محطتين كارغو على فكره هاي اللي يعني بامكانهم يروحون يردون على بعض، ما عندهم مشاكل ترى. ايوه شوف الخطر بدينا. هذا بيفرق وين وايد في زحمه الجسر. انت تقول الحين ما في زحمه، بس بنبدا جسور داخليه الحين مثل مدينه محمد جمال مع المدينه الجايه، ما اعرف شو بسميها، بتشوف انا بالكومنت بسميها. اسام في ناس بعدها قالت انتبه الجسر من فوق شكلها نص نص احس ولا لا. اوكي بس ادم عبد الله مخلين مدينته شوي فاضيه، لان عندي خط حقها، يمكن اسوي حديقه هنا كبيره شوي وارد امدها، فالحين مخلينها فاضيه، فيمكن اسوي ملاهي هني، حتى يمكن الغي المشروع اللي كان بيقوم هني. هني بغض النظر عن ايش تكون باسم قيمه الارض، قيمه الارض نحن يعني حتى لو نرفعها قدر الامكان ما بيكون نفس ما تقولون العبء الكبير. المفروض يكون العبء الكبير، لكن بعض الاوقات يتحول لعبء ضخم جدا. نقدر نحط هديقتين هني حكم، نقدر نحط لهم هني بما انهم اصلا شير شغلتهم، نحط لهم شيء يفك الزحمه اللي عندهم، يرفع قيمه ولا يرفع القيمه الارضيه ولا يرفع قيمه الاراضي، المصطلح الافضل سموه. زين بس بعبي المنطقه هاي هني الباقيه. لحظه خلنا نسويها بالطريقة هاي على اساس ما نجيب العيد. ما با الشارع اللي تحت تتعبى كلام فاضي. انزين استوى عندنا مدينة صناعية الحين بشكل محدد. مدينة عبد الله الجبوري قاعد تستوي عندنا بشكل واضح واضح جدا. فالقطار الثالث اللي محتاجينه على اساس لهني، بس هني فعليا ما عندنا صناعية وما بحط صناعية، لكن اللي ابى اسويه ابى اسوي شارع رئيسي هني حاليا. زين لانه بيكون في عندنا بعد حلقه حق مواصلات ترى، مش بس هاي الحلقه.
خلنا نسوي مدينة على الضفة مرة. قلتوا لي كورنيش بس على البحر، لا تقول له كورنيش، فأقول لكم إن شاء الله. زين، بس عندنا هني سكة قطار مسوي أزمة في حياتي أنا. فأنا أتشاور الحين، هل أشل سكة القطار هاي ولا خلها مايلة بالشكل هاي؟ أنا أخلي دائما مساحات، حاليا تعلمت إني أخلي مساحات حق مشاريع مستقبلية. يعني في المواسم الماضية كانت عندنا مشكلة، خلوها بالطريقة بيضاوية المدينة، وإذا بغينا نمتد في المستقبل ما عندنا مشاكل. إنزين إنزين، إذا السالفة بالطريقة هاي شو بسوي؟ أبا أوقف اللعبة شوية. إنزين، ونشيل القطار اللي هني، وخلنا بس لين هني على أساس ما توهق عقب يمكن ما يتوصل. إنزين، وأسوي تحت 12 قلنا، أوكي لين آخر الدنيا اللي هو بيقول لي ناكي نافونيا. يبغى شوي ميلان والله. شوفوا الخطارات كلها قاعدة تختفي حاليا لأنه ما في سكة فعلية. بس مايل أحسن، ما عندنا مشكلة الحين فعلية. بس هنشوفوا مايل ولا مش مايل. لا أوكي، أظني أتصور إنه أوكي. لا أوكي، اللي خط سيدة ويطلع مرة ثانية لفوق، وهذا اللي بيخلينا نتمكن إنه شو نسوي. يعني شوفوا، هو شوي بيخلينا نسوي يوتيرن، بس مش مشكلة لأن المشروع يستاهل. مشروع يستاهل، يعني مشروع كمشروع هو مشروع كبير بيكون. أما بالنسبة لهني كجسر نتكلم، ما راح يكون الجسر لنفسه نيب دوار، هذا لا، راح يكون جسر مباشر شوي. فلهالسبب أبغى حتى جسر 12 كالعادة. 12 يمكن أحسن قياس نحن وصلنا بالنسبة لي أنا، يعني 12 أشوفه ممتاز تقريبا حكى للطقوس. وأتمنى أن كل الخوارب تخطف من تحته، لأن لو كل مش كل الخوارب خطفت من تحته راح أواجه مشكلة واحدة، واللي هي لحظة بما إلى عقب ماله، بس الشارع بكبره غلط المشكلة. زين، خلنا نكبر الشارع، هذا اللي بيوفرنا يا حاليا ما يسمى توفير زحمة. معنى لحظة، بين هالمدينة وهاي المدينة أسوي جسر ضخم ولا أسوي سيلين وخلاص؟ يعني يمكن جسر واحد يكفي. شوفوا حاليا ما بيكون فيه زحمة، اوكي ما له داعي اسوي جسر ضخم، بخلي بالطريقة هاي. اوكي، جسر رايح، شارع رايح، وشارع شو راجع من نفس الجسر، بس بشوي ما بيكون مربعات هاي، ما بتشوف لحظة، ما بتشوف شيء اسمه مربعات هني. اوكي، بس ابغى شوي نعدل الوضع بالنسبه لي انا، يعني اتكلم بالنسبه لي، ابعدل الوضع شوي. ادري انها حلقه قطار انا عارف، بس هاي السوالف كلها لان القطار استوى، كل السوالف قاعد تستوي لان القطار استوى، فبيوفرنا شوي امور القطار كقطار، بيوفرنا مجموعه ما بسوي بقريد ابغى اهدم. زين، القطار الحين شو بسوي انا؟ يعني دخلة، بما ان الدرب بعيد اصلا فما عندي مشاكل يعني، ولا لا خلنا بعده بعد شوي زيادة على اساس ابا مكان
شكله حليو دخله. ممكن اسوي هذا اشوف التوماتيك شو بيعطيني. اوكي لما يبدو ان التوماتيك ما راح يخدم الخدمة اللي انا اتخيلها، ف اللي راح يستوي بالطريقة هاي. خليكم دخل نوعا ما مرنة، حاب اخليها اكثر مرونة شوي. ذاك الشارع خليهم اللي بيروحون يردون، ما يروحون يردون على نفس منو الشارع، مع انه ممكن ياخذوا يتر عن طريق الصعب. ترى انا اعرفهم ادريبهم، انا عارف انه ممكن يسوي شيء نفس هذا، بس هذا ممكن تخطيه اذا انا اي اسوي شيء بهاي الطريقه مثلا، ممكن يغطي على علي. ولا المشكله اللي دائما يسوونهم بنفس الطريقه هاي. شوفوا المهم، شوف الحين بين الصناعيه هاي المدينه وهاي المدينه قاموا يستعملون هذا الجسر لو تلاحظون، اللي هو هذا ما له داعي هنا، بس ما له خلل. عقب لحقنا نعدل، احنا كان هنا عندنا مهمة قطارات. قطارات صناعية، حاليا انا ما بضيف قطارات غير هاي الصراحة، لأني انا افكر هنا اسوي اصلا جسر ثلاثي بدل هذا. جسر ثلاثي دوار فوق الارض يجمع ثلاث جسور. ما اعرف كيف بيضبط معي، بحاول ادبر لي طريقة فنتك لي طريقة، بس بيكون صعب شوي. بيكون صعب ادخل جسر على جسر على يعني على وصلة ثالثة على جسر. ما اعرف بسويها بطريقة ما راح ندبرها. ما عليكم، راح ندبرها بطريقة من الطرق. بس خلينا نحط شوي مدن تجارية هنا على الشارع العام. مكان حلو حق بزنس، مكان حلو حق مرتكز طبعا على مدينة آدم عبد الله. هاي لا ما نبغاها. زين طبعا قلنا بنسوي مجمع حدائق كبير هنا يونا السياح، فمو مشكلة، ما عندي مشاكل حاليا اني اسوي هالسوالف. طبعا في الجزء الممل هذا ان احنا قاعدين نرتب شوارع ونسوي جزء حلو انك تجمع فلوس. انزين هنا قام يستوي شوي زحمة، شوفوا خلت تستوي زحمة على هايل بس بروحه، ما عندي مشكلة انا، بس انه هايل ياس يسوي لي شيء، ياس يسوي لي مدخول، ياس يسوي لي وايد شغلات. هايل قيمة الارض راح تكون لين الابد برايها. انزين خدمات قليلة يقول. بنزين طبعا خدمات ثانية، مواصلات كاملة اللي يبغى لها حلقة بروحها مواصلات، ونسويها حق هاي المدن هاي على اساس نبدا بالتدريج. اذا بدينا هاي المدينة ونبدا نسوي جسورها بيكون شوي الشغلة كبيرة. بعدين بنبتدى للجزر شوي 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 للجسر، يمكن نروح الجزر والمدن بخلي بينها. تشوف المسافات بتتم بين المدن، حتى ساعات مستقبلية حق شيء حق حدائق حق هاي الامور. فخلنا نشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه على خير. لا تنسون سووا لايك اذا عجبتكم الحلقه، ديسلايك اذا ما عجبتكم، كومنت اللي في خاطركم، ولا تنسون تشاركوا الناس الحلقه اذا عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.